قالوا عنه شيخ المدحين وزعيم الأغنية الصوفية ورجل الابتهال الأول وصاحب أهم ابتهال في التاريخ مولاي، واللي اتعملت بقرار مباشر من رئاسة الجمهورية وقتها. الشيخ النقشبندي صاحب الابتهال الأهم في تاريخه مولاي، وقصتها ازاي اتعملت وازاي بلغ حمدي اللي اشتغل مع أم كلثوم هيلحن أغنية هيغنيها الشيخ النقشبندي، ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. بداية القصة كان في فيلا في القناطر في حفل خطوبة بنت الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واللي حضر الخطوبة الشيخ سيد النقشبندي وبليغ حمدي اللي كانوا من ضمن المدعوين. وبالصدفة الاتنين ظهروا قدام الرئيس السادات في نفس الوقت، وفي لحظتها سأل الرئيس السادات بليغ حمدي وقال له أنت ليه ما بتلحنش للشيخ سيد النقشبندي؟ وكانت دي لحظة فارقة، لأن بليغ حمدي اتعامل من الموضوع بجدية، لأن في لحظتها الرئيس السادات طلب من وجد الحكيم اللي كان موجود، قال له تابع الموضوع وبلغني أول بأول هم عملوا إيه. وبيقول وجد الحكيم إن الشيخ سيد النقشبندي في بداية الموضوع انزعج عشان هو يعرف بليغ حمدي وعارف إن هو بيعمل ألحان عاطفية وفيها إيقاعات راقصة، وخصوصا إن الشيخ النقشبندي هو صوفي يعني بيعتمد على الابتهال اللي من غير موسيقى، فكان بيفكر إزاي ده هيحصل. إنما بليغ حمدي كان متحمس جدا للموضوع وشاف إن دي فرصة كبيرة بالنسبة له إن هو يعمل حاجة مختلفة وتكون تاريخية، لأنه عارف الشيخ سيد النقشبندي.